السلام عليكم. قصتنا اليوم قبل 100 عام من اليوم في مدينة المحمرة. كان رجال بسيط اسمه مخالف، ينتمي إلى عشيرة براجعة قبيلة بني تميم العريقة. كان هذا الرجل يخدم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في الحسينية، كان يقدم خدمات بسيطة في الحسينية كصف أحذية خدام الحسين، زوار الحسينية اللي يجون يصف أحذيتهم. بعد فترة من الزمن مخالف تمرض، فقد رجليه، صار بيه شلل. أيضا بهاي اللحظات اللي هو مريض وبيه شلل أيضا ما كان يترك الحسينية، كان يزحف زحف من بيتهم إلى أن يوصل إلى الحسينية ويستمع إلى منبر الإمام الحسين وخطباء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. في يوم العاشر من المحرم، أهل المحمرة أعتقد يسمعون كلامي ويعرفون شنو جاي يقول. المحمرة عندها طقوس خاصة في يوم عاشوراء، في مقتل الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، حينما يصل الخطيب إلى مسرح سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس، يقوم الناس قسم من الناس يقرأ لهم لطمية، وأيضا حينما يصل إلى مسرح المولى أبي عبد الله الحسين أيضا تصير ضجة بالحسينية، بكاء وعويل، والناس يقومون ويلطمون. في تلك اللحظات مخالف موجود يم منبر أبي عبد الله الحسين. مخالف رجل مشلول، الكل يعرف بهذا الشيء. عندما قرأ الخطيب مصيبة سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، رأوا هذا الشخص واقفا على قدميه ويلطم على المولى أبي عبد الله الحسين ويقول باللهجة العامية مال أهل المحمرة: أنا مخالف قيمني العباس، أنا مخالف قيمني العباس. الناس يعني شافوا كرامة من كرامات أبي الفضل العباس وكرامة من كرامات أبي عبد الله الحسين، فهجموا على هذا الرجل يمزقون ثيابه لكي يتبركوا بهذا الرجل المبارك طبعا. فأخذوه في غرفة، الخدام خدام الحسينية أخذوه في غرفة وسألوه شنو القضية. قال: أنا للحظات عندما جاء الخطيب بمصرع أبي الفضل العباس ومصرع الإمام الحسين عليه السلام أخذتني الغفوة، وإذا بي أرى خيال جاء إلي وأنا نائم. قال لي مخالف: ليش ما تقوم تلطم على مصيبتنا؟ قلت له: سيدي ما أقدر. فقال لي: قوم قوم يا مخالف، قوم ألطم، أنت تقدر تقوم. قلت له: سيدي والله ما أقدر، انطيني إيدك خلي أقوم. قال لي: أنا ما عندي إيدين أنه أقدر أسحبك. قلت له: سيدي شلون أقوم إذن؟ قال: إلزم بركاب الخيل وأنت راح تقوم. لزمت بالركاب وقمت على حالي وجاي ألطم على أبو الفضل العباس عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأخيه أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين يا الله، اللهم وفقنا لخدمة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إلى اللقاء.